في هذه اللحظات الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الثاني لفئة الشوط الثاني لفئة البكاري للإخوة السوداني من مسافة 1500 متر في سباق الدوحة الثاني لفئة المفاريد في أول المراكز. في هذه اللحظات هذه خود لسيد ابراهيم محمد احمد اللحي مع خود في اول المراكز، ولكن تسللت من الجانب الايمن في هذه اللحظات. هذه اسحاب لسيد ابا ذر ابو دم المغربي مع اسحابه في اول المراكز. ثاني المراكز وسط الشاهينيه للسيد فارس بن عبد الله ابو فارس. في هذه اللحظات استللت مباشرة إلى أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن. هذه اسحاب لسيد ابا ذر ابو دم المغربي في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز هي الحفلة الكريمة الخرطوم لسيد رفعت حسن بدا في هذه اللحظات في ثالث المراكز، واصل رفعت له محالة في هذه اللحظات في ثالث المراكز. اما اللي في رابع المراكز هي الحفلة الكريمة، هذه ازعاج لسيد محمد الدود في هذه اللحظات في رابع المراكز، ولكن روح معاه الشاهينية لسيد فارس عبد الله ابو فارس في اول المراكز هي الحفلة الكريمة. ثاني المراكز وصلت الخرطوم، هذه الخرطوم بعماراتها وهذه الخرطوم بوزاراتها للسيد رفعت حسن بدي في ثاني المراكز، ولكن هذا هو المتمرس فارس عبد الرحمن ابو فارس، هذا اللي متعود على النواميس والسبق. هذا هو فارس عبد الرحمن ابو فارس انتزع المركز الاول، نقول تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصلت الخرطوم لسيد رفعت حسن بدا، اما اللي في ثالث المراكز وصل السحابه لسيد ابا ذر ابو دم المغربي. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:07، 57 جزء من السنه. تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.